طيب زي ما الدكتور صلاح بيقول ترتيب مصر 148 من 148 وبالنسبة للتعليم الابتدائي احتلال 172 على 148. طيب الحد الأدنى للأجور هيطبق المفروض على الحكومة ثم يطالبوا بتطبيقه على القطاع الخاص. ايه الحاجة اللي تخلي القطاع الخاص يوافق على هذا الكلام، وايه اللي هيحكمه انه يعمل ده، وايه اللي مش هيضطر القطاع الخاص انه يتهرب من التأمينات والضرائب تماما عشان يهرب من هذا الالزام اللي الحكومة بتحطه عليه؟ يعني تسمح لي اولا اوجه شكر لكل القطاع الخاص، كل مؤسسة خاصة، كل رجل اعمال بعد 25 يناير بجد شكر. لو انتوا تعرفوا قد ايه الظروف اللي الناس دي اشتغلت فيها والمشاكل، يعني انا بقول بعد المؤسسة العسكرية واقفة على رجليها يجي مؤسسة القطاع الخاص بالكامل كرجال اعمال واي منشأة خاصة. 18 مليون عامل شغالين في القطاع الخاص، يعني حوالي 50 مليون، يعني اكتر من نص شعب. في الاول الظروف اللي بيمر بيها القطاع الخاص بعد 25 يناير هي ظروف صعبه جدا، مفيش حد بيساعده، حتى يعني لحد ما البنوك برضو بقت شويه منكمشه، الدوله زي ما حضرتك شايف في الارتفاع ارتفاع الاجور في القطاع الخاص على فكره، يعني في ناس في ناس زودت المرتبات يمكن 100%، زودت المرتبات بتاعت كل الناس. احنا عندنا بص هقول لحضرتك على حاجه، بتكسبوا؟ لا 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 بالعكس، القطاع الخاص لم يحقق اي ارباح في معظم القطاع الخاص. لا 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 بس هقول لحضرتك على حاجه، انت النهارده في الحديد يعني هيزودوا، اقول لك ليه مرتبات 100% من غير ما يكسبوا؟ لا يا فندم، ما انا هقول لحضرتك على حاجه، النهارده زي ما حضرتك بتقول ال 1200 جنيه الحد الادنى، ما هو انت الحد الادنى ده ما تقدرش تيجي جنبه، في مشكله اجتماعيه عندنا. النهارده اللي بيعيش ب 500 جنيه وعنده اسره خمسه هيعيش ازاي؟ ما لازم تحسبها بالعقل. وب 1200 هيعيش ازاي؟ طيب ما هو يعني انت بتحط الحد الادنى عشان ده طبيعي. اولا انا بناشد كل القطاع الخاص لازم قبل الدوله يطبق يكمل جميله ويطبق الحد الادنى، ولكن الدوله بتعمل ايه للقطاع الخاص؟ الدوله بتحل لي ايه مشاكل؟ الدوله بتعمل لي ايه غير ان هي بتزود عليا كل حاجه؟ فالنهارده زي نرجع نقول مفيش في تشوهات في القوانين، في مفيش خطه، لازم يبقى عندنا خطه عشان نقدر نساعد القطاع الخاص ونساعد الدوله. ولكن الحد لما الارقام اللي بيقولها الدكتور دي هي احدى التشوهات، لما يبقى 20,000 بياخدوا 64 مليار يبقى ده تشوه رهيب. فانت عند حضرتك النهارده ما تقدرش بعد ما فرحت الناس كلها في القطاع الحكومي تيجي تقول له والله لا ال 1200 من يناير مش هقدر اعملها، ما ينفعش. انت تشوف ازاي هتحط خطه عشان تعوض الفلوس دي للقطاع الحكومي، والقطاع الخاص يبدا يحط الحد الادنى يطبقه من 1 يناير، واحنا الدوله والقطاع الخاص يشوفوا ازاي هنقدر نزود الموارد نزود بقى الناتج القومي.